والله اتشوق لانه والله العظيم مني والله انا ادري عند فله جميله صراحه منوعه كل الاشكال. اي والله الله يسعدكم دنيا واخره. احنا جمعتنا هذه كلها وجلستنا هذه ودنا ان نذكر الله سبحانه وتعالى ونعظم الله سبحانه وتعالى. وحنا في الايام الفضيله هذه الايام ذي مباركه. ترى الان احنا كم تاريخ 5 اليوم، باقي عندك 4 ايام. الاربع ايام هذه تقدر انك تعوض كل يوم راحه لك. فانا اقول يا جماعه الخير في الايام الفضيله هذه الانسان يشتغل بذكر الله عز وجل، ويشتغل بقراءة القرآن، ويشتغل بالتدبر وبالتفكر وتعظيم الله سبحانه وتعالى في الأيام هذه جماعة الخير. بل ورد أن التسبيحة في هذه الأيام خير من أي يوم من ثاني، التسبيح هذه أو التهليلة. فكيف بقراءة القرآن؟ وكيف جماعة الخير حنا نتكلم الآن في هذا المجلس، والمجلس هذا يعني يحبه الله سبحانه وتعالى ويعظم هذا المجلس، وان الله سبحانه وتعالى يغفر لنا في هذا المجلس ان قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم الى حسنات. ترى احيانا سبحان الله الانسان يجي في قلبه من الهموم والاثقال والاحزان والذنوب والثقل والكسل والعجز، لكن اذا جاء مجالس اللي يذكر فيها الله عز وجل يرجع قوي، يرجع ما شاء الله تبارك الله زي ما يقولون مفرمت. ليه؟ لان جلستك وانت هنا الله عز وجل يكفرها لك، تبدا تروح الاثقال وتروح الهموم وتروح الغموم. ترى عشان كذا احنا جايين هنا نجتمع